القاعدة السادسة والخمسون: صفات الربوبية مستحقة لله تعالى قبل وجود آثارها. نحن نعلم أن الله هو الأول سبحانه، الأول الذي ليس قبله شيء، وليست صفات الله تبارك وتعالى مكتسبة، يعني ما في صفات لله ما كانت عنده بعدين صارت عنده. لم يكن غير سميع فصار سميعا، لم يكن غير عليم فصار عليما، لم يكن غير قادر فصار قادرا، لم يكن عاجزا عن الكلام فصار يتكلم، لم يكن عاجزا عن الخلق ثم صار خالقا أبدا. بل الله أزلي سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء. فآثار الخلق لما خلق كان اسمه الخالق قبل أن يخلق، وكان خالقا قبل أن يخلق، وكان سميعا قبل أن يخرج من يسمع، وكان بصيرا قبل أن يخلق ما يبصر سبحانه وتعالى. فصفات الله تبارك وتعالى غير متعلقة بالموجودات، وإنما هي صفات أزلية. البعض يعني يقول عنها قديمة، إذا قصدنا قديمة بمعنى أزلية لا بأس، ولكن وصف الأزلية أو الأولية أفضل من القديمة، لأن القديم أحيانا يطلق على الشيء البالي حتى عاد كالعرجوني القديم. فالتعبير بالأزلية والأولية أفضل من التعبير بالقدم. نعم.